Trump. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة على نفسي ونيابة عن جميع أعضاء مكتب جمعية بهد بسيدي سليمان. كنشكر جمعية السبوع على هذه الدعوة، وكنهنيهم على هذا الحفل البهيج، وكنهني جميع الفائزين، وكنتمنى للجميع مسار موفق إن شاء الله الرحمن الرحيم في هذه الولاعة، وكنتمنى من العلي القدير أن يوفقنا جميع لما فيه خير لهذه الولاعة. هواية زوينة والحمد لله، اللي كنطلبوا من الله سبحانه وتعالى أنه يوفق الجميع لواحد الاتحاد يزيد بينا القدام. أن هذا الشيء اللي ولينا كنعيشوه هذه الأيام مؤخرا زعما على الله يهدي ما خلق وصاف. جمعية بعد سيدي سليمان جمعية جديدة، كنا احنا كإخوان كنا منخرطين مع جمعية النور في الخميسات، اللي بالمناسبة كنشكروا جميع المسيرين والمنخرطين في جمعية النور، في الشخص ديال العربي الرميك اللي حاضر معنا. والحمد لله هذا العام توصلنا اتفاق مع الناس ديال اتحاد الزمور، احنا كجمعية جديدة يمدوا لنا يد المساعدة والعون باش نمشيو هذا الموسم ان شاء الله. نقدم لكم الاخوان اللي معنا، السي العربي زويز امين المال، بن عيسى الحسوني منخرط بالجمعية، السي عبد الرحمن العبادي نائب الكاتب العام، معنا السي بن عيسى منخرط بالجمعية. كنتمنى التوفيق للجميع، وكنتمنى ان شاء الله الرحمن الرحيم اتحادات قوية في كل جهة، اللي غنبادق عليها ان شاء الله الرحمن الرحيم شي جامعة اللي غتزيد بهذه المسائل هذه القدام. وشكرا.